بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب المرحلة الثانية، طلاب المرحلة العفو، نرحب بكم بالكورس الثاني في المحاضرة الثانية التي تتخصص حول مبادئ الدرفلة Rolling Processes. الدرفلة عموما هي العملية اللي يعني يتم عن طريقها تشكيل المعادن، يعني Metal Forming، يسميها Metal Forming، تشكيل معدني، ويحصل بها بلاستيك ديفورميشن، يعني يحصل بها تشوه دائمي. بلاستيك ديفورميشن يحصل بها تشوه دائمي. طبعا بالدرفلة انه احنا عندنا اكو درفيل، هذا الدرفيل اللي امامنا هذا طبعا يفتر باتجاه معين، واكو درفيل ثاني يفتر باتجاه ثاني، يعني بالاتجاه الثاني. فتجينا قطعة مثلا من الحديد، من الألمنيوم، من أي معدن ثاني. فهذه القطعة تدخل في سمك معين، في مثلا ارتفاع معين كان يكون H وH نوت، وتخرج يعني بارتفاع معين مثلا HF على سبيل المثال. فهنا بالبداية طبعا لاحظون يعني انه شكل الحبيبات يكون يعني من نوع الكبير، ولكن هنا تحصل عملية انضغاط، لأن هاي الدرافيل جاي تفتر فتضغطها تحول طبعا الحبيبات إلى أجزاء صغيرة جدا كما يبدو، كما يظهر عندنا هنا بالرسم، ويقل السمك. هذه هي تقريبا الفكرة الرئيسية لعملية الدرفلة. طبعا الدرفلة في الغالب أما تكون يعني أما تكون على الساخن أو تكون على البارد اعتمادا على نوع عملية الدرفلة. طبعا احنا عندنا حوالي مجموعة من انواع الدرافيل، انواع الدرافيل. طبعا الفكرة الرئيسية مالتها هي تعتمد على كم درفيل موجود عندنا، يعني نقول تو هاي رولينج مايل، انه هاي يعني عملية الدرفلة ام درفيلين تو رول، يعني واحد درفيل فوق درفيل تحت. اكو واحدة تصير 3 هاي رولينج مايلز، اللي هي ثلاث درافيل كما يعني يخرج الان عندنا بالرسم، بالرسم اللي ظاهر امامنا. تشوفون هذه تو، اللي هي تو رولز مايل، هذه بها درفيلين. ثلاث درافيل تجينا القطعة من هنا ومن ثم تنعكس اتجاهها او بالعكس، يعني فيصير عندنا ثلاث درافيل، 1 2 3. اكو واحدة اللي يصير بها الاربع درافيل، يعني هاي الاربع درافيل، يعني اكو يصير درفيلين كبار درفيلين صغار، الهدف طبعا زيادة القوة، يعني هنا راح يصير. اكو عندنا طبعا كلاسترينج مايلز، اللي هي يصير فيها فد يعني حزمة مال درافيل تشتغل بنفس الوقت، اللي ظاهرة عندنا، يعني انه مثلا الكلاستر مايلز يقول it is a special type of 4 هاي رولينج، هي يعني هي نوعية خاصة من الدرافيل أم الأربعة. In which is the two smaller working rolls، الدرافيل الصغيرات الثانية هذين الموجودات، are backed up by two or more of the larger backup rollers for rolling hard thin material. يعني هنا الهدف الرئيسي من هذه الدرافيل الصغيرة هي أنه تنتج لنا يعني درافيل تنتج لنا سبائك أو معادن يكون الهدف من عندها انه نحتاج الى يعني انه نحتاج الى هارد ثين ماتيريالز، يعني انه الهارد ثين اللي هي المصلدة او القوية، الثين ماتيريال اللي هي السمك النحيف، المعادن ذات السمك النحيف. اكو عندنا نوع خامس من الدرفلة يسمونه الكونتينيوس، طبعا اللي هو الدرفلة المستمرة، انه يبدا بالدرفلة الاولى تقلل السمك، الدرفلة الثانية تقلل السمك، بعد الدرفلة الثالثة تقلل السمك، وهكذا. شباب بالواقع العملي طلابنا الاعزاء، انه بالواقع العملي يعني انه انت كم درفيل راح تخلي، طبعا اعتمادا على حاجتك، شنو طبيعة الحاجة اللي انت تحتاجها، شنو طبيعة العمليات الرولينج اللي تحتاجها. فمو بالضرورة انه تجي تخلي لك معمل اللي هو مثلا تاندم رولينج مايلز
وانت يعني يا دوب تسوي لك بالدرفلتين ثلاثه باليوم، هذا مو ناجحه لانه هاي مكلفه، هاي الدرفله المستمره مكلفه. كذلك انه طبعا انواع الدرفله، فبالتالي الواحد اذا كان عنده كميات الدرفله قليله جدا فممكن انه هنا طبعا هذه هاي الرولات ممكن انه يصعد ارتفاعها، ممكن يقلل ارتفاعها، الدرفي الواحد يقدر يمشي المعمل مالته، وهكذا اعتمادا على انه انت كم درفيل تحتاج. نروح نكمل انه نجي الى شيء اسمه الشيب رولينج. رات انه صار عندي درفله مو يعني باتجاه معين، انما صار عندي درفله باتجاهات معينه. على سبيل المثال يعني الدرفله السابقه اللي كنا نتكلم عليها انه كانت تجي القطعه بسمك معين وبعدين نقلل سمكها عن طريق عمليه درفله، هذه بالحاله الاساسيه. اكو لا انه الدرفيل ممكن يكون ياخذ حركه افقيه ويا اكو درفيل ياخذ حركه عموديه، فبالتالي الشكل اللي راح ينتج لنا الشكل مو هو عمليه درفله عاديه، مو بليته راح تطلع لنا، انما راح ياخذ لنا في الشكل. طبعا هذا بنقول انه تشوفون هذا الشكل اللي خارج عندنا بالصوره، على سبيل المثال درجه الحراره هي حوالي 1200 درجه مئويه، وممكن في هاي الحاله ننتج اشكال يعني اي شيب، اس شيب، يو شيب. طبعا هذا المقصود بالاي شيب هذا مثلا انه هذا بالحقيقه هو شلون شكله راح يصير. اذا تتخيلون الشكل هو هذا مثل الشيء اللي ماله يعني بتعبيرنا المحلي يعني بال، اذا تلاحظون هسه الان هذا الشكل يعني هذا الشكل اللي راح يطلع لنا، يعني هذا الشكل الشيء بالحقيقه هو شكل مال شيء مال يعني راح يطلع لنا، ولكن المقطع العرضي مالها هذا الوجه مالته. نفس الشيء بالنسبه الى هذا الشكل، يعني هذا الشكل ايضا راح يطلع لنا يعني في شكل معين بهذا الشكل. هاي يعني هذا هو شكل يعني شكل البليتر راح تطلع لنا بهالكيفيه. فهنا حقيقه مثل ما اخذت بالرسم الهندسي هذا هو يعني هذا اللي هو مقطع امامي له، يعني هذا الشكل هو عباره عن مقطع امامي لهذا الشكل اللي ظاهر عندنا الان بالصوره. فهذا الشيء اللي احنا جاي نتحدث عنه انه يكون عندي اكثر من عمليه درفل. طبعا حاول نرسل لكم بعد مقطع فيديو على الجروب حتى تشوفون بالضبط شنو اللي جاي يصير، شلون هاي الاشياء جاي تنتج. طبعا مثل ما قلنا انه هاي الاشياء تنتج لنا اشكال بتطلب حراره عاليه، تمام، الاشياء اللي تتطلب حراره عاليه نوصلها الى 1200. ولذلك انه شنو نسوي هاي، طبعا هنا اكو فرن تسخين، يعني قبل عمليه الدرفله اكو عندنا فرن يسخن لنا القطعه قبل لا ندخلها على الرولنج، قبل لا ندخلها على الصوانات مال الدرفله. وطبعا فيكون مثلا فور لونج برودكت سيريز اوف سبيشال شيبز اند لونجز رولز، يعني المنتجات الطويله فيكون عندنا فد سلسله من الاشكال، يعني الرولات اللي هي لها قد تكون حتى لها زوايا معينه تستخدم لتحويل المقطع الى يعني تحويل ترانسفورم دي سكشن، تحويل المقطع الى الشكل المرغوب به. هذا طبعا مثل ما قلنا هاي الاشكال اللي هي الستاندرد. هسه الان نجي الى موضوع مهم، موضوع مهم حقيقه اللي ما كان ظاهر عندنا بالمرحله بالكورس الاول، هو عملية حسابات التي تجري بمواضيع. هذه المواضيع تتضمن مسائل، أسئلة ومسائل، وبالتالي يعني هنا واحد لازم يلتفت للموضوع، يلتفت لأنه راح تجيك على هذه الفصول راح تجيك مسألة، حل هذه المسألة، وقد يتطلب الأمر من عندك أنه تحل يعني ورقيا، وقد ايضا يتطلب الامر انه هاي الماده مو ما راح قد لا تكون الكتروني، قد تتحول الى ماده حضوريه. يعني هاي تعرف سياسه القسم، يا المواد راح يخليها بالكورس الثاني حضوريه ويا المواد راح يخليها الكترونيه. الان نجي الى قوانين وشلون تستخدم. طبعا القوانين ما مطلوبه اشتقاق ولكن مطلوبه حفظ. فلات رولينج اناليسيس، احنا لو نجي بالحقيقة انه هذا مثلا هذا الدرفيل الاول ويعني وجوا هذا الدرفيل الثاني، وتمام، فهنا من تجي البليتة فراح تاخذ هذا الشكل المعين، وهنا ايضا راح تاخذ هذا الشكل المعين مثل ما قد. فهنا هذا الشكل هو الاخضر هو البليتة، وهذا الرصاصي هو يعني الدرفيل.
فالشكل الرصاصي راح يكون الدرفيل والشكل الاخضر راح يكون البليت. لاحظوا وياي انه القطعه اول ما راح تبدي البليته راح تبدي بسمو يعني بارتفاع معين اللي هو اتش نوت هذا اللي عندنا، كذلك تبدي بعرض معين شوفنا انه العرض هذا المعين اللي هو يا هو اللي هو دبليو نوت، ومن تخرج تخرج بعرض معين اللي هو دبليو اف وتخرج بارتفاع معين اللي هو الاتش اف، هذا اللي واضح عندنا الان بالرسم. بعد شنو الاشياء المهمه اللي عندنا؟ الشيء المهم انه هذا الدرفيل ايش قد يكون قطره، يعني هذا الدرفيل ايش قد راح يكون القطر مالته، فنسميه ار. الار هو قطر الدرفيل وهو مهم جدا بالحسابات. هذا الجزء الاول يعني بالشكل. السرعة حقيقة او قبل هذه اكو فد نقطة معينة معروفة انه في يعني اي عمليات تشكيل تغيير للشكل انه الحجم بالمرحلة الاولى يساوي لنا الحجم بالمرحلة الثانية، يعني مهما يكون راح يكون الحجم مهما يكون راح يكون الحجم شكله راح يكون النتيجة النهائية للحجم هي متساوية، ولذلك الـ H نوت هذا القانون اللي ظاهر أمامنا الـ H نوت في الـ W نوت في الـ L نوت ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا HF في الـ WF الـ LF، يعني الارتفاع في العرض في الطول قبل التشكيل راح يكون يساوي لنا الارتفاع في العرض في الطول قبل بعد التشكيل. يعني شنو هو؟ يعني بين قوسين اذا صعد مثلا على سبيل المثال صعد الاتش يعني الاتش نزل فبالمحصله العرض ايش راح يكون؟ راح يكبر وهكذا، يعني انه واحد يصعد المقابل الى ينزل، فلذلك انه النتيجه النهائيه النتيجه النهائيه الحجم يعني النتيجه النهائيه انه انا من اجيب بليته على سبيل المثال يعني كان شكلها على سبيل المثال بهالكيفية هذه البليته دخلناها على عملية درفلة وطلعت لنا بهالكيفية، يعني طلعت لنا وراء عملية الدرفلة يعني زاد طولها على سبيل المثال يعني بهالكيفية راح تصير، فهنا بالمحصلة لاحظ الطول زاد هنا السمك يبدي يقل، وبالمحصلة انه النتيجة النهائية اللي راح تصير عندنا، يعني انا اذا اجي اوزن الكتلة هذه يعني هاي الكتلة اذا اوزنها يعني البليتة حطها بقبان قبل الدرفلة وبعد الدرفلة راح يطلع الوزن نفسه، ليش؟ لأنه الوزن هي الكتلة شو يساوي؟ الكتلة تساوي لنا يعني الكتلة تساوي لنا أو يعني القانون شو يساوي؟ يقول الكثافة الرو تساوي لنا الكتلة على الحجم، مو صحيح؟ الكتلة على الحجم، فبالمحصلة أنه الكتلة شو راح تساوي؟ راح تساوي لنا الكثافة في الحجم، الكتلة راح تساوي لنا الكثافة بالحجم. حقيقة الكثافة نفسها الجسم ما يتغير كثافته، فبالمحصلة انه الكتلة الاولى راح تساوي لنا الكتلة الثانية، اذا نختصر الكثافة من الطرفين راح يكون الحجم الاول يساوي الحجم الثاني، وبالتالي انه السمك بالعرض بالارتفاع بالحالة الاولى يساوي لنا السمك بالعرض بالارتفاع بالحالة الثانية. الشيء المهم الثاني انه الـ VF اللي هي سرعة يعني عملية الدرفلة ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا ايش قد كانت السرعة البداية مضروبة في ايش قد الارتفاع الأول على الارتفاع الثاني، وبالتالي راح يكون الـ V يعني التغير بالسرعة على السرعة الأولى راح يكون عندنا اللي نسميه forward slips. نجي نشوف السرعة الأولى شنو هي؟ هاي البي نوت، هذه هي البي نوت، هنا البي اف السرعة الثانية. تلاحظون يا أخوة النقاط هنا مهمة راح نشير لها، انتبهوا يمي شباب، هذه النقاط المهمة اللي راح نشير لها هذه ما تعرف بالزاوية ألفا، هاي هي الزاوية ألفا. الزاوية ألفا هي الزاوية المحصورة ما بين
نقطة التماس الأولى، أول ما يبدأ الدرفيل يوصل يعني راح يبدأ يصير تماس هنا، وآخر نقطة تماس. شوفون هنا بعدها ماكو تماس، وهنا قبلها ماكو تماس. فالزاوية المحصورة ما بين نقطة التماس الأولى ونقطة التماس الثانية هي هذه الألفا. وضحت؟ يعني المسافة اللي ما بين نقطة المركز وما بين نقطة التماس هو هذا الآر. واضح؟ الآر. الآر شنو الآر؟ الآر اللي يعني اللي احنا يعني راح يدخل بالعلاقات هو مو طول الدرفة، يعني مو طول قطعة العمل كلها، إنما طول منطقة التماس. هاي منطقة التماس إذا أجيها إيش قد طولها، هذا هو الآر اللي راح يدخل عندنا بالحسابات. هاي الأشياء يكون واحد يلتفت لها، يعني من يلتفت لها بالعمليات الحسابات اللي راح تجري عندنا. نجي إلى شنو الأشياء، شنو الحسابات المهمة عندنا. الآن نجي إلى شيء اسمه إدراف ثيكنس. شنو إدراف ثيكنس؟ الدي يساوي لنا الأتش نوت ناقص الأتش إف، يعني إيش قد كان ارتفاع الحالة الأولى ناقص ارتفاع الحالة الثانية هو يساوي لنا الدراف ثيكنس. بنفس الوقت حسب هذا القانون غير مطلوب الاشتقاق بس مطلوب الحفظ، 2 في الآر اللي هو قلنا يا هو هاي النقطة اللي واصلة ما بين نقطة التماس ونهاية الألفا، وفي 1 ناقص كوسين الألفا اللي هي قلنا شنو هي الألفا. فإذا الإتش قلنا شنو هو الإتش نوت الآر والألفا. بعد شنو هو؟ اكو شيء عندنا اسمه ماكسيمم درافت. ماكسيمم درافت اللي هو الدي، هذا يساوي لنا ميو سكوير بالار. الار واضح احنا حجينا عليه اللي هو القطر الدرفيل، فالميو هو معامل الاحتكاك. ايش قد معامل الاحتكاك؟ اذا مربع معامل الاحتكاك في الار يساوي لنا اقصى قطر، يعني اقصى درافت ممكن انه نحصل عليه. لما نجي الى الريدكشن اللي هو يعني قد التقلص اللي يصير، قد التقلص هو الار. الار يساوي ان الدي يعني اللي هو الدرافت قلنا يشيل تقسيم من تقسيم الاش نوت اللي هو الارتفاع بالحاله الابتدائيه. نجي للكونتاكت لينث، هو قطر التماس وليس القطر الكلي. قطر التماس يساوي ان تحت الجذر ار في اش نوت ناقصا اتش اف. قلنا القوانين ما مطالب طالب يشتقها. التروس ترايل مثل ما أخذناه بالفصل الأول هو الارتفاع الأول، يعني الأصلي على الارتفاع الناتج لن. وعندنا الأفريج فلو ستريس. الأفريج فلو ستريس يساوي اللي هو الواي اف يساوي الكي في الميو اس ان على 1 زائد ان. الميو هو هذا يعني حسبنا هذا الميو قدامنا، والآن يعاب بمعامل التصديد الانفعالي سترين سترين هاردنينج، بينما الكي اسمه سترينث هاردنينج، او احيانا يسمونه يعني يسمونه فلو كيرف. احيانا هذا الكي بعض المصادر يسمونه فلو كيرف. فاذا احنا عندنا الكي والان اللي هن مرتبطات في الغالب بعملية الهاردنينج اللي هي التصليد. نجي نكمل العلاقات اللي عندنا. عندنا الرول فورس انفليت انفلات رولينج، يعني القوة بعملية الرولينج. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الواي اف اللي هو الافرج فلو ستريس مضروبة في السموك اللي هو الدبليو مضروبة في الال اللي هو منطقة طول منطقة التماس. بعد عندنا التورك اللي هو العزم يساوي لنا تي، ويساوي لنا 0.5 في الاف في الال. الاف احنا تونا حسبنا، والال هو طول منطقة التماس اللي سبق وان حسبنا. بعد نجي الى ما يعرف بالباور، يعني القدرة. القدرة تساوي لنا 2 باي في الاف. الاف تونا حسبنا هذا، والال هو طول منطقة التماس تونا حسبنا، مضروب في الان اللي هو السرعة الدورانية تقسيم 60,000. فهنا راح يطلع لنا الباور. بس راح ناخذ مثال شلون نستخدم هذه القوانين، شلون نستخدم هذه القوانين. هذه القوانين قلنا راح تنحفظ، راح ناخذ لنا فد مثال شلون نستخدم هذه القوانين. نجي الان الى السؤال. شو يقول؟ يقول عندنا 300 ملم وايد سترب 25 ملم ثيكنس. يعني انا عندي بليته، هاي البليته اللي انا يعني جبتها، شنو هو هذا اللي بيها؟ انه
العرض مالها ايش قد؟ العرض مالها 300 مليمتر. الارتفاع مالها اللي هو الستر مالها الاتش ايش قد؟ 25 مليمتر. تمام. Feed through a rolling miles with two powered roll. يعني خليناها بدرفلة وخليناها درفلة ثنائية. يعني دخلناها درفيل فوقها ودرفيل جواها. الدرفيل إيش قد اللي عندنا الدرفيل؟ إيش قد هذا الدرفيل اللي عندنا؟ الآر مال الدرفيل إيش قد؟ الآر مال الدرفيل 250 مليمتر. 250 مليمتر. الآر مال الدرفيل 250 مليمتر. بعد الآر مال الدرفيل 250 مليمتر يقول the work thickness is to be reduced to 22 مليمتر. يعني هاي ال 25 المطلوب شو نحولها؟ نحولها إلى 22. يعني هذا ال H نوت وهذا شنو؟ هذا ال HF. بعد ان وان باس يعني دوره واحده رولينج يعني عدد الدورات الرولينج اللي هو الان ايش قد يساوي لنا الان الان هنا يعني الان تساوي لنا 50 ريفوليوشن بير مينيت او احيانا يكتبونها ار بي ام يعني ريفوليوشن بير مينيت او مرات يكتبونها ريفوليوشن بير مينيت او مرات يكتبونها ريفوليوشن بير مينيت كامله مرات يكتبونها ريف لكل مينيت ومرات يكتبونها ار بي ام. The work material has a flow curve defined by K. يعني هنا شفنا ما سمى سترين ثاردينال انما سمى فلو كيرف. يعني الكي ايش قد قيمة الكي؟ قايل انه الكي قيمته 275. اذا مطينا قيمة الكي 275. بعد عند الان وقايل الان قيمته 0.15 اللي هو معامل التصديد الانفعالي قايل قيمته 0.15. and the coefficient of the friction between the roll and the working اذا قايل انها همينة ميو يعني احنا هسه صار عندنا من المسلمات يعني من معطيات السؤال ايضا انه يعني من المعطيات صار عندنا ايضا انه قيمة الكي اللي هي 275 قيمة الان اللي هي 0.15 وكذلك قيمة الميو اللي هي قيمتها ايش قد اللي هي 0.12. تمام. اذا هسه صار عندنا المعلوم انه الكي معلوم بعد شنو الان معلوم الميو معلوم الاتش الاول معلوم الاتش الثاني معلوم الدبليو معلوم الان معلوم هاي كل الاشياء معلومه. يقول determine if the friction is sufficient to permit the rolling operation to be accomplished. يعني انه احسب فيما اذا كانت عمليه الاحتكاك جيده بحيث انه تكمل لنا يعني تنجح. اذا كان كذلك احسب قوه الرول يعني قوه الاف مقصود به احسب التورك اللي هو العزم واحسب الباور اللي هو القدره. اذا احنا هسه الاشياء كلها عرفناها انه الاتش الاول الاتش الثاني يعني صار عندنا من المسلمات عندنا الاتش نوت معلوم الاتش اف معلوم عندنا بعد شنو عندنا معلوم عندنا الار معلوم بعد هاي كلها يعني اشياء معلومه بعد عندنا الان اللي هو السرعه الدورانيه ايضا معلومه بعد شنو عندنا الكي معلوم والان معلوم والميو ايضا معلومه بعد شنو هاي كلها الاشياء تقريبا هاي الاشياء كلها معلومه. اذا شنو نريد نجي راح نجي نتبع القوانين. فاول شيء انه الدرافت يعني دي شو يساوي لنا اتش نوت ناقص الاتش اف. الدرافت دي طبعا احنا اذا واحد يبدا يحل بالطريقه العكسيه يعني بالطريقه العكسيه شو يقول بالطريقه العكسيه ايش راح يقول؟ يقول اول المطالب خلينا نجي شنو هو نجي اول المطالب هو الفورس. هاي الطريقة العكسية تفيدكم حتى بجسمه. فأقول الأول المطلوبات هي الفورس اللي هو القوة. القوة شو يساوي لنا؟ هاي القوة شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الواي اف واضح؟ بعد الفلوس ترين اللي هو والدبليو والال. الدبليو والال والواي اف. نجي إلى الواي اف مجهول ما معلوم.
الدبليو اللي هو عرض القطعة معلوم لما معلوم، إذا هذا معلوم جيد لأنه عندنا أصلاً، مو صحيح عندنا بال يعني الدبليو معلوم والال مجهول، إذا صار عندي بفقط الدبليو معلوم. حتى أحسب الاف يحتاج أحتاج أحسب الواي اف وأحتاج أحسب الال. أجل الال، الال شو يساوي إن هذا هو الال، الال شو يساوي إنه يساوي إن جذر تربيع ار في اتش نوت ناقص اتش اف، ذني ار معلوم جيد هذا عندي الار، بعد الاتش نوت معلوم جيد عندي، الاتش اف ايضا معلوم. اذا بهالحاله اقدر اقول انه الار اللي هو 250 ناقص 25 ناقص 22 ويساوي انه 27.4. اذا صار عندي الدبليو معلوم وصار عندي الال معلوم. لازم بعد شنو حتى احسب الاف شو احتاج؟ احتاج الى الواي اف. الواي اف حسب القانون، يعني الواي اف حسب القانون اللي اخذناه بال يعني بال اخذنا سابقا اللي هو يساوي ان الواي اف يساوي ان كي في ميو اس ان واحد زائدا ان. الواي اف يعني الواي اف هذا هو الواي اف يساوي ان كي في ابسلون اس واحد زائدا ان العفو اس ان على واحد زائدا ان، تمام؟ هذا هو القانون، تأكدوا من عنده انه k في ميو اس ان واحد زائدا ان. نجي الان لانه ال k اللي هو يعني الفلو سترينث او الكيرف فلو، هذا معلوم لما معلوم مطيناه هو بالسؤال جيد، هذا ال k معلوم. الميو ما معلوم، الان معلوم اللي هو معامل تصين فعالي. فاذا حتى احسب الواي اف شو احتاج؟ احتاج الكي عندي جيد، احتاج الان عندي، احتاج الان ايضا عندي، واحتاج فقط الميو. الميو منين احسبها؟ نرجع للقوانين، الميو يساوي لنا اتش نوت على اتش اف اللين. اذا اصبح اطبق 25 على 22 باللين، استخدم قانون اللين وراح يطلع لنا. اذا اصبح الميو معلوم، الكي معلوم، الان معلوم، اجي اطبقهن، الكي يكون 275 في بوينت 128 بوينت 15 1 زائد. اذا اصبحت هسه الاف معلومه ولا ما معلومه؟ اذا الاف يساوي لنا واي اف اللي هو هذا حسبناه في الدبليو في الان، اذا يعني هذا القيمه جبناها هنا مضروبه في 24.7 اللي هي الدبليو اللي هي طبعا الدبليو بالال 24.7 الدبليو بالال، ويساوي لنا يعني 24.7 اللي هي الال، تمام؟ وال300 اللي هي اصلا معلومه يعني بالسؤال عندنا الدبليو اللي هي راح تطلع الناتج عندنا يعني 1.444225 ان. طبعا تقدر تضرب هاي النتيجه تقسم على بالالف وطلع النتيجه بالكيلو نيوتن. هذا تقريبا يعني هسه شنو صار عندنا هاي الاشياء. انت تلاحظون انه ذن الاشياء فوق احنا ما استخدمناهن، يعني ما استخدمناهن لانهن لحد الان ما مطلوبات. نجي الى انه التورك، التورك شو يساوي لنا؟ التورك شو يساوي؟ التورك يساوي لنا 0.5 في الاف بالال. الاف احنا تونا استخرجنا قيمته هذه 0.5 واضح، الال اللي هو 24.4 طبعا في 10 سالب 3 حتى النتيجه تطلع نيوتن متر، هنا هذه انتبه لهذه ضربنا في 10 سالب 3 حتى نحول النتيجة لأنه الـ L بالمليمتر، فراح نتيجة نيوتن راح تصير نيوتن مليمتر، فاحنا لازم نسويها نيوتن متر فنقسم على ألف، يعني هاي 1 × 10³ كأنه أنت قسمت على الألف. نجي إلى الباور، الباور شو يساوي إنه 2NFLN على 60 ألف، الـ 2 باي يعني 3.14% في الـ F احنا تونا حسبناها هذا الـ F، بعد الـ L احنا سبق وان حسبناه هذا ال L، هذا هو ال L وهذا هو ال F، بعد شنو في الان اللي هي السرعة الدورانية معلومة اصلا مطيناها بالسؤال اللي هي 50 على 60 ألف. تلاحظون هسه وياي انه انه هذا الجزء بالحقيقة، هذا الجزء لا تشوفونه، هذا هو تكملة حسابات لا اكثر ولا اقل. يعني اللي صار عندنا انه هذا الجزء احنا ما استخدمناه،
على طريقة الحل يسمونها العكسي، انه انا ارجع للقوانين. واحد يقول لك انا ما يعني ايش اللي بهالدوخة هذه، اخلي القوانين قدامي واطبق البروسيجر الموجود، يعني هذا البروسيجر طبقه راح تطلع لك النتائج كما ظهرت عندنا الان. هاي يسمونها الطريقة العكسية، طريقة ايجاد المفقود بالحل. فطالب من حقه انه يعني شلون ما يريد يفكر يفكر. تقريبا هذه مجمل الاشياء اللي حبينا نشير لها خلال محاضرة هذا اليوم. قد يكون يعني بعض أسئلة الطلب ممكن أن يطرحوها أما بالجروب أو بالكلاس مباشرة. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.